رئيسا لمدينة السادات عام 2008 يناير 2008. الحقيقة لما توليت عملي الإداري يمكن كرئيس مدينة كرئيسا لمركز مركز السادات. رئيسا لمركز ومدينة السادات تمام. دايما الرئيس المركز والمدينة وكذا المحافظ هو رئيس غير متخصص، يعني هو يرأس الصحة وهو غير طبيب، يرأس التعليم وهو غير مدرس، يرأس الزراعة وهو مش مهندس زراعي وهكذا. فالأمر دائما يتطلب منه إلمام بقواعد الإدارة العامة. فاجتهدت بداية في أن أنا أحضر الدورات التدريبية المستمرة لتنمية مهارات رؤساء المدن في معهد تدريب رؤساء المدن بسقارة وغيرها، منها أكاديمية السادات ومنها معهد إعداد القادة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تمام. ثم رأيت أن أسقل ذلك بدراسة في هذا المجال اللي هو الإدارة العامة. يعني سقلتها عن طريقين، كان في طبعا حضرتك يعني إعلان عن منحة خاصة بكلية كامبريدج الدولية في مجال الإدارة العامة تحديدا. الكلام ده حضرتك في 30/10/2009 على اعتبار الحصول على الماجستير المهني في الإدارة ثم الدكتوراه المهنية في الإدارة العامة. بس بشروط معينة، كان من ضمن هذه الشروط أن يكون المرشح يشغل أحد المناصب الإدارية، لأن هو في أنت عارف حضرتك في إنجلترا بيبقى كل الأمر يحتاج إلى تخصص تحتاجه في دراستك مع عملك. تمام. وبالفعل تقدمت عن طريق النت بالمستندات اللازمة يعني. عن طريق أتى القبول بالموافقة، وقبلت مندوب الكلية في التحرير وقبل الأوراق الرسمية مني في يناير 2010 9/1 تحديدا 2010، وبدأت من هذا التاريخ. الدراسة الإدارية عندهم علميا وإداريا محتاجة أبحاث في أساليب تطوير الإدارة، لها مواد علمية للدراسة، فيها مادة القانون الدولي، فيها مادة القيادة والإدارة، فيها مادة الثقوب الإدارية في التشريعات، فيها مواد كثيرة، هما 6 مواد. عشان برضو ما طولش على حضرتك ونستفيد في هذه المسألة، كان بيطلب من كل مادة بحث. انت عارف حضرتك بره خارج في الخارج دايما التعليم open book، لكن احنا ما التعامل ما كانش open book، كان ببحث في رأيك وبناء عليه بيدي حضرتك الدرجة في هذا البحث. open book بس للسادة المشاهدين، في بعض الامتحانات في الخارج بتبقى حضرتك بتعمل الامتحان وجنبك الكتاب، كتاب مفتوح جنبك، وبتحل الامتحان من خلال الكتاب بصورة طبيعية. هو بيعتبر ان دي اسلوب في التعليم بان انا يعني بوثق هذه المعلومات داخلك يعني. فعلا عملت هذه الابحاث بشكل مضطرد، حتى حصلت على في يناير 2012 على الماجستير بتقدير جيد جدا. ثم بعد ذلك دخلت على مرحلة الدكتوراه، صرعت فيها جدا، وده في خص جامعة كلية كامبريدج الدولية، حتى حصلت عليها في 3/7/2014 بتقدير لله الحمد امتياز. كانت البحث بتاعي يتعلق بمجال عملي والإدارة المحلية بين العوار التشريعي والواقع التطبيقي. تحدثت فيه عن المشاكل اللي أنا بواجهها كرئيس مدينة، يمكن 2014 وأنا بناقش كانت آخر حاجة في عملي تقريبا الإداري كرئيس مدينة، كان دي لي دلوقتي دخلت في 6.5 سنين. تمام. تحدثت فيها عن واقع يقابلني كرئيس مدينة في مشاكل الإدارة العامة، حتى هما طلبوا مني ترجمة قانون الإدارة المحلية المصري، لأن أنا أصريت أن أنا أعمل فيه
هو البحث حضرتك كنت عامله باللغه العربيه وبعدين ترجمته؟ لا انا عامله باللغه العربيه وهم ترجموه، بس هم طلبوا هم ترجمه ترجموه. اللغه ترجمه القانون المصري، القانون 43 سنه 79 بشان الاداره المحليه تمام. الى الانجليش تمام. دي الرساله اللي حضرتك؟ لا دي مش الرساله، دي ملخص الرساله. الرساله كبيره انا ما طبعتش منها يعني كتير على اعتبار ان نوريها للساده المشاهدين اهو، مكتوب عليها ملخص رساله الدكتوراه باينه كده ولا مش باينه؟ يعني يظبطها بس عشان الاضاءه، هي دي تمام. ده ملخص رساله الدكتوراه. وحضرتك على فكره فندم برضو من ضمن الذين اشرفوا على هذه الرساله في مصر الاستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رحمه الله رحمه واسعه، رئيس وزراء مصر الاسبق. تمام. طيب وعندما عندما يعني اشرف عليه وكان يتابعني يعني جيدا، وكان هو اللي بيبعت الابحاث بنفسه الى انجلترا يعني كان بيتحدث بصفته كان يوما ما محافظ ثم وزيرا ثم رئيس وزراء وقال لي يعني رحمه الله ورحمه الله هذا يعني اللي انت قلته، قلت فعلا المشاكل الحقيقيه في الاداره العامه داخل الاداره المحليه. تمام. هاجي انا الموضوع المشاكل، يعني هنخش شويه في تفاصيل الرساله لانه ليها علاقه. انا على فكره برضو اكمل لحضرتك برضو اكمل عشان نبقى فن الحته دي عشان ما نقفش عندها كتير. انا حضرتك الشهاده يعني موجوده مع حضرتك؟ موجوده معايا. طيب انا عندي سؤال بس قبل ما نشوف الشهاده. نعم. حضرتك قلت في البدايه كليه كامبريدج وفي نص الكلام حضرتك قلت جامعه وصلحت على طول قلت كليه. هي مش جامعه كامبريدج. لا هو كليه كامبريدج مصنفه يعني دايما بتتنحر هي واكسفورد على المركز الاول والثاني. هي كليه كامبريدج الدوليه حضرتك احد المؤسسات التابعه للجامعه، ولكنها تقبل الخارج، تقبل ان حضرتك تكون مش من ابنائها وتحضر فيها. اما الجامعه ذاتها لا تقبل الا اذا كان خريجها إلا خريجها كامبريدج.